مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم بانكيك حجم صغير بالشوكولا. عنا اول شي حليب ازود من نص الكوب شوي، كمان عنا كاكاو ربع كوب، بيضة 100 جرام، طحين، نص ملعقة صغيرة كربوني، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، وثلاث معالق طعام سكر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط طحين، عفوا بحط الكاكاو فوق طحين، بخلطهم مع بعض. رح ننخل الخليط، كمان فينا ننخلهم نحن وعم نحطهم بالجاط. ننخلهم افضل عشان ما يكتل عنا الخليط. شفتوا طحين والكاكاو مكبتل معنا؟ هلا افضل هيك بس ننخل. هيدي الطريقة اسرع. بحطهم هولي على جنب. على فكرة حطيت الزبدة بالميكروويف لدوبها ونسيتها، هلا اتذكرتها عشان لقيت الخليط ناقص. بحطهم فوق الحليب، ملعقتين طعام زبدة، كمان بنحط البيضة، خلطهم منيح مع بعض. بسم الله. بس خلطتهم منيح، هلا بدنا نحطهم فوق خليط الكاكاو والطحين والبيكنج باودر والملح والكربوني، كربونات الصودا. بسم الله. بخلط هولي مع بعض. اوبس، طلع شو ما فيه لبرا. إذا طلع الخليط شوي سميك ممكن نزيد حليب حسب نوعية الطحين بيسمك الخليط.
هيد الخلطة ما معقدة كتير سهلة ومش حساسة، عرفتوا كيف؟ يعني إذا حطينا شيء قليل زدنا ما حساسة طريقتها، مثل هلأ حطيت مثلا طحين طلع الخليط جامد، زدت حليب ما في أي مشكلة، خلطهم منيح. هذا الخليط المطلوب بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ هلا بدي اعبيهم بكيس الكريمه بنرجع بنكفي. بسم الله. واو طلعوا على القد. بعملهم بهيدي الطريقة، هذا الحجم المطلوب. كمان حطيت بالكيس من هيدي الجهة مغطى عشان يسهل علي، بس بدي احط الكيس واقلبهم. هلا بقلبهم. اوبس قلقت بدها تنزل. هينا منهم، هلا بحطهم بوعاء لكف الباقيين وبنرجع بنشوفكم. هذا البانكيك اللي عملته انا وياكم، هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحه، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.